خلينا كده نروح لنادي الزمالك، والجمهور الزملكاوي راضي جدا عن مستر جوزيه جوماز بعد اول ظهورين. الاول كان بتعادل سلبي قدام الاسماعيلي، ولكن كاداء ارضى الجمهور والمحللين، وطبعا فوز خارج الديار بيؤهل النادي الزمالك الى دور الثمانية كمتصدر لمجموعته مع 13 نقطة، ولسه متبقي ليه كمان جولة سادسة. فيعني في معطيات كده يعني تدي جمهور الزملكاوي التفاؤل. يعني طبعا لازم يتفائلوا باللي بيحصل، الامور الاداريه اتظبطت بشكل كبير جدا، وده كان يمكن اكتر حاجه كانت بعد الزمالك عن الشكل اللي احنا بنشوفه على طول واللي احنا نتمناه طبعا، عشان في الاخر احنا محتاجين منتخب مصر يبقى قوي، فلازم يبقى في اربع خمس فرق بالقوه بتاعت الاهلي يعني. فاداريا هم ظبطوا الدنيا على قد ما قدروا، عرفوا كمان يفتحوا القيد، عرفوا يجيبوا صفقات قوية مش قليلة. الراجل كمان السي في بتاعه، واختاروا حد برضو السي في بتاعه كويس جدا، اشتغل في المنطقة العربية قبل كده، مسك النصر. كمان وجود أحمد مجدي، أحمد شاطر يعني على المستوى الشخصي أنا أعرفه كويس. فكرة إن هو يفضل موجود والراجل كمان بيسمع له، كنت لسه بنسمع حمادة، وألف سلامة على حمادة، عنده برد جامد شكله تعبان. فطبعا الراجل واضح إن هو بيسمع، بادئ من حتة كويسة بدل ما يجي يبدأ من الصفر. أجانب كتير جدا بيجوا وأنا زي ما أنت قلتي ما بيسمعوش لحد، ودي حاجه مش ما بتبقاش كويسه، بس مش مختلفه يعني بالعكس، ما بحس الاجانب عايزين يظهروا الاحتراف، ولكن جزء من الاحتراف ان انت تكون بتسمع يعني. جدا. انا كمان انا حتى لما بنيجي نمسك فرقه وبنعمل مثلا اجتماع مع الناس اللي معانا او الجهاز، انا حتى بقول لهم يعني العينين الاحسن، اربع عيون احسن من، والست احسن، والثمانيه احسن. فانت ممكن تاخدي بعض يعني. فانت ممكن تاخدي حتى معلومه من حد اخصائي علاج طبيعي، حتى العمال يعني، في حاجات انت ممكن ما تبقيش شايفاها، حد تاني يشوفها، حطيها في الحسبان وبعدين اشتغلي برضه على شغلك، بس ده يزودك ما يقللكيش. دي حقيقة. فهو واضح ان هو احمد مجدي موصل له المعلومه كويس جدا، وهو واضح ان هو شاف الفرقه، واضح ان هو لامم اللعيبه. خلي بالك فكره برضه الاسامي القويه اللي موجوده، ان انت تجمعيهم وتخلي كل واحد يلعب وهو مبسوط وهو مرتاح، حتى لو بيلعب وقت قليل، دي حاجه مش سهله خالص. فالفكره احنا شايفين يعني كلوب في ليفربول كل الناس زعلان عشان هو يمشي. كل الناس ليه؟ الراجل قبل ما يبقى فنيا وخططيا وكل حاجه، الراجل نفسيا بيتعامل كويس جدا، بيبوس دماغ الراجل الولد قبل ما ينزل، وبيبوس دماغ الولد وهو طالع، مؤثر يعني، مؤثر نفسيا. ففكره ان انت تبقي شاطره في الحته الانسانيه والحته تلمي الفرقه، لان مش احسن فرقه هم اللي بياخدوا الدوري، لا، الفرقه الملمومه كويس، اللي بيحبوا بعض كويس، اللي متجمعين على هدف واحد ان احنا عايزين ناخد بطوله، هم دول اللي بياخدوا البطولات. مش احسن مش يعني، اكثر نجوم. احنا شفنا ما كانش بي اس جي غلب مش عارف ياخد الشامبيونز ليج، الزمالك كان ايام لما جابوا النجوم كلهم ما خدوش بطوله. ليه؟ برضو الموسم اللي كان بيعاني والقيد مقفول وكده، جايبين ولاد صغيرين ولسه طالعين، خدوا البطوله ليه؟ الدنيا ملمومه مقفوله. شيكابالا عامل حاله كويسه جدا ككابتن فرقه، لامم الولاد حواليه. الدنيا هي دي اللي تجيب بطوله، مش فكره ان انا فلان لو جبنا 10 ميسي ومش بيحبوا بعض عمرهم ما ياخدوا بطوله. طيب يعني ده بشكل عام نتمنى طبعا ان هو يمشي كويس ان شاء الله، ويكملوا يعني ان شاء الله في البطولة.